بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض
وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني
ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى تأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك بك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوا عجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك اليقين واتيه امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره ينذر الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء ومن عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
بكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقنا من السماء بناها. سمكها فسواها بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء
والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من ماءها ومرعيها والجبال أرسيها ولأنعامكم فإذا جاءت صمة الكبر فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خير
يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أجي أغلامي وما يدريك لعله يزكي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر الله أكبر بسم الله إيم عبس وتولي استغني أما من استغنى فأنت له تصدى أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنه تذكرة كلا إنها تذكرة
تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة كلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء أنشره كلا 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 لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا أرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. صدق الله العظيم. أي تحت أمرك تحت أمرك. هل تسمح لنا بإذاعة الشريط التلفزيونية؟ أسمح إن شاء الله، بس يعني ما تسيبش آيات في ال، أرجو ما تكونش في الشرايط يعني، ولا أحرف، ما تكونش نسيت أحرف ولا حاجة يعني من الشرايط. وهل تسمح لنا نعطيه لأي شركة إنتاج أو فيديو لنسخه أو عرضه؟ أسمح إن شاء الله، بس برضو إذا كانوا يعني هم اللي يطلبوك مش اللي بنطرح لهم، يعني هم كان يعني هم اللي يطلبوك ما فيش مانع عندي، بس تخطرني بالكلام ده اما تروح يعني عند حد. ان شاء الله ان شاء الله. شكرنا يا فضيلة الشيخ. تحت امرك. اشكرك يا فضيلة الشيخ. عفوا.